حضرتك في ايه قريب؟ فيلم جديد، مسلسل، مسرحيه؟ هل حضرتك بتجهزي لاي حاجه؟ والله عندي اكتر من عمل، بس لسه ما عنديش تفاصيل لان لسه ما حصلش اتفاقات يعني عليهم بشكل نهائي. في فيلم اسمه اهل العيب كاتبه تامر حبيب، وانا حابه الفيلم ده جدا، يا رب بقى يطلع للنور لان الكورونا عرقلتنا كتير الحقيقه. وعطلنا واجلنا وكده، كفايه بقى. كفايه بقى. وعندي مسلسل يعني بيت كتب برضه، عاجبني الفكره قوي لانه فيه كده تاتش انساني جدا، لان هي اولا زي بتحب الموسيقى، هي أستاذة بتدرس موسيقى وعازفة، عازفة في الأوبرا، ففي الجزء الفني اللي أنا بحبه. وبعدين هي أم لابن معاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، ففي حالة إنسانية عظيمة طبعا. واسمه مؤقت أمل حياتي، لسه بيكتمل الكتابة. بيكتبوه يعني ورشة شباب، اتنين شباب مع بعض، آية وأحمد. يعني إن شاء الله يا رب إنه يعني أنا متفائلة بالتجديد اللي حاصل دلوقتي بالنسبة للشركة المتحدة، وإنهم ناويين فعلا يعملوا أعمال قوية ومهمة. فيا رب يا رب إن شاء الله يخرج للنور. الفنانة الجميلة القيمة الكبيرة الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، أنا بشكر حضرتك جدا جدا على الفرصة دي. مهما أقول لحضرتك قد إيه استمتعت باللقاء ده، يعني بشكر حضرتك جدا جدا على كل كلمة قلتيها لنا. ميرسي أنا جدا. بشكر حضرتك جدا جدا على الفرصة دي. أنا اللي بشكرك.